السؤال هنا، هل حازم ملوخية هيسيب سيد عبد الحفيظ يتواجد في المنتخب؟ تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. انا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. في اخبار يعني شبه مؤكده بالاستعانه بسيد عبد الحفيظ ليكون بديلا لمحمد غراب في المنتخب، ويكون المساعد او دراع اليمين لفيتوريا بعد يعني ما حصل يعني هرجله وحصل مشاكل، وفي انفلات بشكل واضح في غرفه الملابس بتاعت منتخب مصر، واللعيبه اللي بتتغيب، واللعيبه اللي بتدعي الاصابه، واللعيبه اللي فيه بتستبعد علشان مشكله الى اخره. ولكن الفتره الاخيره تم طرح اسم سيد عبد الحفيظ ليتواجد في منصب مهم في منتخب مصر ويكون مساعد لفيتوريا، بس طبعا الكلام ده مش هيلد على حازم ملوخية. حازم ملوخية اللي يعني كان بينه وما بين مرتضى منصور يعني كل حب وعشرة ووئام، بس بعد كده قلب عليه، بعد كده رجعوا بقى حبايب مرة أخرى، فبالتالي عدو مرتضى منصور هو عدو حازم ملوخية. ده الشق الأول من الفيديو، وهنطلع نتكلم أو نجيب لكم التقرير بتاعنا أو الفيديو الأصلي بتاعنا أو المصدر اللي قايل هذه الأخبار أو هذه المعلومات الدقيقة. الشق الثاني وهو ان في نجم من نجوم النادي الاهلي هيطير بنسبة 80% في انتقالات يناير، ولاعب مهم ولاعب محوري ولاعب يعني اساسي في النادي الاهلي، بالاضافة ان النادي الاهلي حاطط عينه او في يعني مشاورات ومباحثات انه يتم التعاقد مع هداف بوركينا فاسو وبيلعب في الدوري الروسي وكلام كتير. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الاخبار بتاعتنا من مصادرها، عشان ما بحبش انسب الفضل ليا في حاجه انا ما تعبتش فيها. انا ممكن اجيب لك ورقه وقلم واعمل نفسي ان انا جايب لك الكلام ده من مصادر موثوق فيها ومصدر ما رضيش يقول اسمه، واقعد يعني انسب اي حاجه لنفسي. انا ما بحبش اتكلم بالطريقه دي. لما فلان بيقول بقول لك فلان قال، لما فلان بيجيب معلومه بقول لك فلان جاب معلومه، علشان ما بحبش انسب فضل اي شيء لنفسي انا ما تعبتش او لاخبار انا ما تعبتش فيها. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ونرجع نكمل مع بعض. بس وانت بتتفرج على فيديو اخويا حبيبي الاهلاوي اختي المحترمه الاهلاويه، ما تنسوش دعمكم مهم باللايك والشير. اول مره تشوفوني، اول مره تخشوا قناتي، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. انا معايا خبر بصراحه، انا عارف ان هو ممكن يعمل قلق شويه، بس هقول الخبر ده بنسبة كبيرة جدا هيحصل الفترة اللي جاية، وهو اتحاد الكورة بيفكر بشكل كبير جدا بالإطاحة بأستاذ محمد غراب. بيفكروا في مين بقى؟ نجم الفجر كابتن سيد عبد الحفيظ، وده اتجاه قوي، واتحاد الكورة بيفكر في كابتن سيد عبد الحفيظ، لأن في أجواء في الفترة الأخيرة حصلت من أستاذ محمد غراب. طبعا لو هو حابب إن هو يعمل مداخلة معانا ويرد على الكلام ده بنرحب بيه تحت أمره، هو صديق عزيز على يعني بالنسبه لي يعني. طبعا التفكير في كابتن سيد عبد الحفيظ يعني بصراحه تفكير مميز، مع احترامي للاستاذ محمد غرابه، طبعا هو شخصيه جميله وشخصيه محترمه، بس انا هتكلم على الخبرات والاسم. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ خلينا نتكلم ان هو عنده الخبره الاداريه والتفكير في اتحاد الكوره. انا شايف ان الفتره الاخيره في بعض المشاكل، مفيش الشخصيه اللي تلم ورا المدرب او ورا مستر فيتوريا، وعلى فكره دايما المدير الفني بيحتاج معاه حد بيلم جمهور المشاكل اللي حواليه، سواء مشاكل اداريه او مشاكل لعيبه او حتى مشاكل الاعلاميه. طبعا الاستاذ محمد غرابه في تصريح بصراحه انا واحد من الناس انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وهو تصريح اللي هو اتقال بالظبط ان استبعاد حسين الشحات وامام عاشور وطارق حامد استبعادهم، يعني معناه ان هم خلاص، يعني طالما التصريح ده طلع ما هو انا ما ينفعش اقول تصريح وانا مش واثق. الاستبعاد من الامم الافريقيه وارد، دي برضه عملت قلق، لان خلينا نتكلم ان كانت الاجواء مشحونه، يعني تصريح في وقت صعب جدا وعمل قلق، وعمل قلق في وسط الجماهير، وناس ناس اتفقت وناس كانت ضد. وانا واحد من الناس بصراحه لما شفت الاجواء اللي كانت موجوده لا حسيت ان المشاكل ملهاش، انا اسف يعني ملهاش اي لازمه، مش وقتها خالص، يعني انت داخل على مرحله صعبه محتاج كل لاعب، محتاج كل اسم، حتى لو في بعض المشاكل حتى للعيبه او مثلا ما ركزوش في التمرين بتاعهم، ف
فبرضه ده ما يستحقش ان كل الهجوم عليهم بصراحه. يعني الموضوع مش عقاب، يعني انت حتى لو اللعيب ما نفذش التعليمات تقدر تحتويه، تقدر تحل الموقف، ممكن تستبعده، ممكن تسفره معاك وما تلعبوش. ده على فكره ده اقوى عقاب للاعب، ان انت تاخده تمسك تاخد اللعيبه دي معاك تسفرهم وفي الاخر تخرجهم بره ال 18 او بره التشكيله خالص او بره ال 20 لاعب. ده عقاب. اما عقاب ان هو بدون سبب او مشكله بسيطه تكبر وبعد كده مستر محمد غرابه يطلع يتكلم ويصرح بتصريح باستبعاده، التوقيت بصراحه ما كانش صح. عشان كده في اتجاه في اتحاد الكوره، يعني هقول بنسبه 95% الاتجاه لكابتن سيد عبد الحفيظ وتواجده مع مستر بيتوريا. خلينا نتكلم ان كابتن سيد عبد الحفيظ حقق نجاحات مع النادي الاهلي، بطولاته بتتكلم عن بطولاته بتتكلم عن تاريخه بصراحه. واخد 5 بطولات دوري وهو مدير كوره، واخد بطولات افريقيا، واخد 5 افريقيا مع النادي الاهلي وهو مدير كوره، واخد دوري مصري اعتقد 5، يعني مش هنعرف نعد بصراحه لان عدد كتير جدا، وسوبر وكاس يعني بطولات، وتعامل مع النجوم وتعامل مع مدربين كبار وكان لاعب كبير. حتى يا جماعه التعامل مع اللعيب لما يبقى في لعيب باسم كابتن سيد عبد الحفيظ متواجد مع منتخب مصر هيعرف يتعامل، لان اللعيب دايما لما بيلاقي المدير الكوره بتاعه او المدير المسؤول لعيب كوره فبعرف اتعامل معاه، هيفهم ابراهيم سعيد، هيفهم محمد صلاح، هيفهم اللعيبه النجوم، هيفهم الشناوي، هيعرف يتعامل. غير مع احترامي دايما لما اللعيب بيتعامل مع حد او شخصيه ما لعبتش كوره بيبقى فيه الموضوع بيتعامل اللي هو رسمي. لا يا جماعه دايما في الكوره وبنشوفها في مع اكبر المدربين وحتى المسؤولين عن الرياضه مثلا، بيتعامل مع اللعيب، بيتعامل معاه بحب، وبيتعامل معاه بصداقه، وبيتعامل معاه اخويه. وده على فكره كان من ضمن النجاحات اللي كنا احنا نجحنا بسبب التواجد اللي ما بيننا والتعامل ما بيننا وبين الجهاز حسين الشحات. يعني كان في كلام على حسين الشحات ان هو ممكن بيفكر ان هو يعتذر لمستر فيتوريا، وكان بيفكر حتى يمكن نزل عن طريق كابتن احمد شوبير ان هو بيفكر يتكلم مع المقربين ان هو هيعمل اعتذار لمستر فيتوريا. بس انا من خلال مصادرنا من خلال فريق الاعداد ان حسين الشحات اول المستبعدين من امم افريقيه لمنتخب مصر. مش عشان مشكله، يعني برضو ممكن هقول ان ممكن دي من يعني المشكله دي انا بالنسبه لي انا مش شايفها ان هي حاجه كبيره. يعني لو مستر فيتوريا والجهاز الفني استبعد حسين الشحات عشان المشكله دي فانا شايف ان هي مشكله ما تستدعيش استبعاد، لان حسين من اللعيبه الكويسه، من اللعيبه المقاتله، من اللعيبه المفيده، هتفيد منتخب مصر. ووارد ان ممكن يكون التفكير الثاني في المركز بتاع حسين الشحات اكتر من كذا لاعب، يعني في تريزيجيه، في مرموش، في زيزو بيلعبها اوقات، اتمنى ان زيزو يرجع يلعب، يعني يرجع لمستواه اللي احنا عارفينه، لان زيزو ولا ثاني مع منتخب مصر لعيب غير اللي احنا بنشوفه مع نادي الزمالك. وانا عارف ان ناس كتير جدا بتزعل في الموضوع ده او بتزعل من طريقه كلامي على زيزو، بس يا جماعه النجم على قد ما نجوميتك ومهاراتك على قد ما الناس بتنقدك وعلى قد ما الناس بتبقى شايفه متوسمه فيك يعني امل بشكل كبير جدا في ادائك مع المنتخب. طبعا استبعاد حسين الشحات ده يعني لو هو عشان الموقف الاخير بصراحه ما يستحقش الاستبعاد، لان خلاص موقف عدى يا جماعه، يعني مش عايزين الموضوع نقف على الواحده زي ما بيتقال، لان في الاول والاخر لعيب كوره طبيعي انه يزعل، مفيش لعيب كوره ما بيزعلش، وخصوصا كمان اللعيبه اللي بتبقى عندها ان هم بيحبوا يلعبوا اساسي. ده على فكره حاجه كويسه، ولا تجيب لعيب مش فارق معاه ان هو اسمه في منتخب مصر وخلاص ليه قاعد عندك عامل كده ونايم؟ انا احسن لما يبقى عندك لعيب كويس وعندك لعيب. وفي خبر برده على الي ديانج، يعني الي ديانج خلينا نتكلم ان اللعيبه كويسه ومهمين، ده بخصوص النادي الاهلي. يعني على الي ديانج يعني في كلام بيتقال ان الي ديانج يعني النادي الاهلي ده الضوء ان هو ممكن يشوف عقود، بس يشوف عقد بمبلغ محترم زي ما بيتقال. يعني فهل ممكن نشوف الفتره اللي جايه الي ديانج في الانتقالات اللي يناير او في يعتبر ده اخر موسم ليه؟ ده اللي هنشوفه في الفتره اللي جايه، لان في كلام كتير جدا والاهلي طالب اعتقد 7 مليون دولار، فده الفتره اللي جايه هتبتدي تبان الرؤيه، لان برضه في كلام بيتقال ومنتشر انا اسف 7 مليون يورو. فطبعا وبرده في كلام ان النادي الاهلي بيفكر في مهاجم، برده ده هنروح لحته مودست، يعني هل مودست مستمر ولا هيمشي؟ سيبكم بقى من هو خس 4 كيلو ولا 5 كيلو ملهاش علاقه، ان شاء الله يخس 20 كيلو. انا بتكلم على مستواه من البدايه مع النادي الاهلي باين ان هو بعيد، رغم ان انا اكتر واحد كنت هنا بتكلم ان مودست صفقه ناجحه للنادي الاهلي وصفقه مميزه، بس المستوى اللي احنا شفناه في الفتره الاخيره ما يليقش باسم النادي الاهلي حقيقي. فهل النادي الاهلي بيفكر في مهاجم؟ هل النادي الاهلي هيديله فرصه لنهايه الموسم؟ ده اللي هنشوفه برده في الفتره اللي جايه. النادي الاهلي بيفكر في مهاجم؟ هل النادي الاهلي هيديله فرصه لنهايه الموسم؟ ده اللي هنشوفه برده في الفتره اللي جايه. برده في مهاجم النادي الاهلي بيتفاوض معاه من بوركينا فاسو وهو كوناتي.
محمد كوناتي. محمد كوناتي من اللعيبه الفتره الاخيره، عنده 23 سنه من اللعيبه 26 سنه انا اسف، من اللعيبه المميزه ومحقق نتائج بشكل كبير جدا، اهدافه بتتكلم في الفتره الاخيره. النادي الاهلي فتح بيلعب في الدوري الروسي برضو، يعني ممكن الناس تقول لك الدوري الروسي مش دوري قوي، بس خلينا نتكلم ان ممكن يكون اللعيب عنده موهبه، وخصوصا كمان هو اساسي مع المنتخب يعني برضو، وده اللي بتكلم فيه ان اللعيب المنتخب دايما السعر بتاعه بيعلى، وخصوصا كمان هو من اللعيبه اللي بيتقال عليها مميزه، وممكن هيلعب في الفتره اللي جايه قصاد منتخب مصر. فهل النادي الاهلي بيفكر فيه برضو؟ كل ده بسبب موديس، يعني موديس لو كان ظهر بشكل رائع او بشكل مميز كان النادي الاهلي ممكن ما يفكرش. فاتمنى في الفتره اللي جايه يعني النادي الاهلي يبتدي يحدد الوجهه، لان في كلام كتير جدا بتقول موديس قاعد، في ناس بتقول موديس مشي. طب ماشي موديس مشي، طب هل المهاجم اللي هيجي هيبقى بنفس الفيديوهات الجميله دي وفي الاخر يجي يلعب مع النادي الاهلي ان لا مفيش اداء؟ هل هيبقى الاختيار مختلف؟ هل موديس كده تواجده خلاص جه قاعد اللي هو كام شهر ويمكن ما حققش حاجه حتى ما بيناش، مفيش بصمه ليه مع النادي الاهلي؟ برضه مشكله المهاجم دي مستمره مع النادي الاهلي، يعني ما زالت مستمره بقالها فتره كبيره جدا، كان في كلام على ازارو وليد ازارو. هل النادي الاهلي بيفكر هل مستر كولر خلاص خد القرار باستمرار موديست ولا رحيله؟ ده اللي ان شاء الله باذن الله هنشوفه في الفتره اللي جايه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. سمعنا الكابتن ابراهيم سعيد وهو بيتكلم وبيقول على الخبر الحصري اللي هو قاله بخصوص سيد عبد الحفيظ، وان هو يتواجد في منصب هام ومرموق في منتخب مصر ليكون مساعدا لفيتوريا. ولكن هل سيد عبد الحفيظ لو قعد في المكان ده هيبقى بينه وما بين حازم ملوخية قيل وقال اعمل كذا وسوي كذا؟ وسيد عبد الحفيظ مش من النوع اللي بيوثق، او النوع اللي هو بيقولوا له اعمل شمال فبيعمل شمال، اعمل يمين فبيعمل يمين. الامر ملوش علاقه بسيد عبد الحفيظ كشخصيه، ممكن يكون له علاقه بالمكان نفسه، ان انت لازم تسمع كلام حازم ملوخيه، عشان حازم ملوخيه هو اصلا اللي جاب فيتوريا، هو ومين؟ هو بركات، واتفقوا هما الاثنين وجابوه. فالامر ده هل هيرضي حازم ملوخيه؟ هل حازم ملوخيه هيقول لك انا الكلمة كلمتي والشورى شورتي وانت تسمع الكلام ولا تمشي؟ طب هل سيد عبد الحفيظ هيتقبل هذا الامر؟ ولا اصلا من البداية خالص سيد عبد الحفيظ هيبقى مرفوض علشان هيعمل صدام مع حازم ملوخية؟ ده اللي هنشوفه في الايام اللي جاية. ده الشق الاولاني. اما الشق التاني وهو لاعب في بوركينا فاسو ومتعاقد مع حد في الدوري الروسي، نادي في الدوري الروسي. معلش يعني هو انا اجيب لاعب عشان شرايط؟ اولا الاجواء في روسيا غير هنا من خالص خالص خالص، ده جو في روسيا بيبقى 10 تحت الصفر و20 تحت الصفر، وبيلعبوا بالكوفيه وبيلعبوا بالكره الحمراء، ده اذا كان اصلا في ده في كوره في روسيا. هم مش موافقين، واقفين النشاط الرياضي الفيفا علشان الموضوع بتاع اوكرانيا وروسيا وكده. فاظن يعني ما اظنش ان هو يبقى لاعب مؤثر لينا، يعني ما اعتقدش. انت عندك لعيبه في الدوري المصري افارقه زي الفل وموجودين في الدوري المصري، عندك فرق في الشباب سواء في بطوله امم افريقيا اللي فاتت بتاعه الشباب فيها لعيبه كان زي الفل. فما اعرفش انا مين اللي بيفكر في اللعيبه المجهوله الهويه دي ويقول انا راح اروح اجيبها، الله اعلم. اما بخصوص ديانج، فديانج وجب بيعه، استفاد يا اهلي ماديا، لان ديانج ابتدى ينزل عن ما كان من سنتين ومن ثلاث سنين، سواء بدنيا او فنيا او ذهنيا. هو عايز يحترف في دوري كبير، عايز يحترف في دوري يعني وياخد مبالغ مادية اكبر. فانا شايف ان حان وقت بيع ديانج من النادي الاهلي. اما موديست يخس ما يخسش ولا بتاع، برضو ده مش فيصل، الفيصل هو الملعب. خس 10 كيلو خس 5 كيلو هتأدي في الملعب تمام. وهقولها وهكررها فيديو واثنين وثلاثة، النادي الاهلي محتاج باك رايت وباك ليفت، النادي الاهلي محتاج صانع العاب، النادي الاهلي محتاج اتنين روس حربة، اتنين مش واحد. سواء موديست قاعد او مش قاعد، عايز ترجع محمد شريف ماشي. الكلام كان على ان يعني في لعيبة ترجع وفي لعيبة ممكن نجيبها مرة اخرى، حتى كان في تفكير ان احنا يعني شريف يجي لنا اعارة. طب ما هو كان عندنا، معرفش الناس بتفكر ازاي. لكن كونك ان انت مش عارف ليك خمس سنين مش عارف تجيب راس حربة،
قوي وجيد ويعني يليق بالنادي الاهلي، فدي عليها 100 علامه استفهام. بس اللي انا عايز اقوله لكم ان المدير الفني له عامل كبير في الاختيار، اصل لجنه التخطيط مش هتروح تختار لوحدها، ولو اختارت ممكن المدير الفني يقول له لا، يقول لهم لا انا مش عايزه، زي ما كولر مصر اصرار رهيب على سوزا. طب ما انت ليك 3 سنين بتحكي في سوزا او سنتين، طب ما العمر بيتقدم، اللاعب بينزل بدنيا، بينزل فنيا، بينزل في حاجات كتير، برضه مصر عليه. يا عم لو ما فيش سوزا ناخد حاجه تحد تاني، جبنا سوزا ماشي، فرضا سوزا جه ولا قدر الله لم يؤدي، فاحنا محتاجين بعض المراكز النادي الاهلي محتاجها، وانا قلتها لحضراتكم. فالنادي الاهلي محتاج يبقى عنده لجنه مش تخطيط يعني مكونه من 4 افراد او 3 افراد، احنا محتاجين لعيبه كوره بجد، ناس دماغها كوره بجد، يبقى لاعب واداري. يعني لو سيد عبد الحفيظ جه هيعرف يختار اللاعب الجيد، يعني مع احترامي الناس اللي موجوده، بس في مشاكل كتيره في الاختيارات، اختار الصح في المكان الصح علشان يديك نتيجه صح، انما تختار الشخص الغلط في المكان الصح هيديك نتيجه غلط. بس ده الخلاصه، وده لسان حال كل اهلاوي نفسه في صفقه سوبر زي عماد متعب، زي اسامه حسني في مجده، زي فلافيو في مجده، يعني زي ايمن شوقي. الناس اللي ما شافتش ايمن شوقي، ده ايمن شوقي كان بيجيب الكره الجون بالتليفون. ايمن شوقي ده يعني في الثمانينات كان اسطوره بجد، اللي هو مذيع قناه النادي الاهلي دلوقتي، الناس اللي ما شافتوش دي يعني فاتها كتير. ومحمد رمضان، الناس دي كانت لعيبه بجد، بتعرف تجيب جول بجد، ممكن بره الصندوق ما تلاقيهاش، لكن عفاريت جوه ال 18. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.